الحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. لعل العبد الذي لا يعرف قدره ونزل به الشهر الكريم ثم انسلخ ولم يغفر له يندم حين لا ينفع الندم ويطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار وتبكي بعد نائهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين صاروا تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. وكم من أناس عباد الله كانوا يعني معنا وقد فقدناهم مع دخول هذه الأيام الطيبة المباركة. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أناخ القوم أياما عباد الله نحن مقبلون على شهر كريم مبارك شهر رمضان المبارك شهر التقوى وشهر الصالحين وشهر الإحسان وشهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر التوبة وشهر الدعاء وشهر العمرة وشهر الاستغفار. نحن مقبلون على شهر رمضان وهو شهر الصيام والصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل كما قالت على لعلكم تتقون.